بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا لكل عبادة من العبادات شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب يعني نسأل على من تجب هذه العبادة، فنحن في حديثنا عن الصوم نسأل على من تجب عبادة الصوم. قال: أول شرط الإسلام، فمن ليس مسلما لا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يسأل عن كفره ويسأل عن فروع الإسلام. إذن لا يجب الصوم على الكافر، بمعنى أنه لا يطالب به في الدنيا. الشرط الثاني قال التكليف، والتكليف شرطان: العقل، التكليف يكون بالعقل وبالقلوب. العقل يعني لو كان إنسان طفل ما له يعني مثلا عمره سنتين هذا مو عاقل، ولو إنسان بلغ لكن مجنون هذا أيضا لا يكلف. التكليف لابد أن يجتمع فيه شرطان: أن يكون الإنسان عاقلا وأن يبلغ، والبلوغ للرجل يكون بالاحتلام أو بالسن، إتمام 15 سنة قمرية، وللمرأة يكون بالحيض أو بالسن، إذا ما حاضت المرأة فبالسن بإتمام 15 سنة قمرية. طيب، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن سلاسة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أبو داود وغيره. الشرط الثالث في شروط الوجوب الخلوع عن الأعذار المانعة من الصوم. هي مسلمة وبالغة وعاقلة لكن جتها الدورة، يسموه أيام الطنس يعني بالتعبير الطبي، لكن بالتعبير الفقهي الحيضة، وأيضا يقولون بالتعبير الطبي الدورة الشهرية الحيضة. فأيام الحيض لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها كما سيأتي، لا يجب ولا يصح. امبارح ذكرنا مسألة فاستفسر منها عنها الأخ، إنه إنسانة كانت في حالة الحيض الظهر مثلا مثل اليوم طهرت تماما ما عاد رأت، قالت تمسك إلى تتم نهاية النهار حرمة لليوم، لكن يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، يجب عليها أن تقضي. فهي لا يجب عليها الآن وجوب مطالبة لأنها حائض، المرأة الحائض، لكن يجب عليها أن تقضي. نعم. قال: التلبس بالحيض أو النفاس جزءا من أجزاء النهار، أيضا الإغماء أو الجنون المطبق بياض اليوم كله، فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر ووجب إمساك بقية اليوم. لاحظوا، وجب إمساك بقية اليوم. واحد خدوا إسعاف قبل الفجر، فز العصر صحي وهو متذكر رمضان يمسك إذا كان في ضرورة، يعني إذا كان ما في ضرر عليه. إيه نعم. أما الجنون المطبق هذا غير مطالب، يعني أو إغماء مطبق أخذوا إسعاف قبل الفجر وتم في حالة بالعناية المشددة مو عيان على الدنيا إلى ما بعد غروب الشمس، هذا يطالب؟ لا يطالب، إذا أخذ ما وهى أسقط ما أوجب. طيب، أيضا قال الأعذار المبيحة، قال: وأما الأعذار المبيحة للإفطار هي يجب عليه الصوم لكن يجوز له أن يفطر. المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا أو ألما أو انزعاجا شديدين، أما إن اشتد المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك وجب الفطر. إذا كان الألم شديد شديد فبيجوز له أن شديد شديد، يعني أوقات في ناس بيجيوا نوبل شهية بدهم ياخذوا حبة وإلا يا لطيف. أما
أما إذا كان يخشى على نفسه أن الهلاك وجب، الحالة الأولى جازة، الحالة الثانية وجب. نعم. السفر الطويل، أنا طلعت مو الخميس الماضي، الخميس اللي قبله طلعت على مكة المكرمة، طلعت على مكة، هذا السفر شو اسمه؟ طويل، من المدينة لمكة 444 كيلو. فإذا أحدثت السفر أثناء النهار لا أفطر، وهذا اللي جاب، لا أفطر اللي أحدثته. أما إذا أحدثته قبل الفجر يعني قبل بدء الفرض فيجوز لي أن أفطر ولي أن أصوم. طيب، قال السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كيلومتر بشرط أن يكون سفرا مباحا. والله مراعي على فرنسا للإدراس السنة مشان يحضر حفلة متينية أو سواري. هذا السفر أنشئ لأجل المعصية فتسقط معه الرخص، يعني ما بنقول له بتفطر ولا بتجمع ولا بتقصر ولا، وبشرط أن يستغرق السفر سائر اليوم. أما إن أصبح صائما وهو مقيم ثم أحدث سفرا أثناء النهار لم يجد الإفطار كما ذكرت لكم. ودليل هذين العذرين قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خلينا نكمل هاي مشان ننتقل بكرة لشروط صحة الصوم. العجز عن الصيام من الأعذار المبيحة للصوم. واحد واجب عليه الصيام لكن عاجز، ليش ختيار صار؟ ختيار أو صارت ختيارة، ما عاد الجسم ما عاد يتحمل، أو الضغط ما بيزبط، ما عم يقلب، ساعة بيطلع ساعة بينزل، أو السكر، السكر بيطلع يعني مرض السكر بيطلع معهم السكر، فبده يكون دائما في سوائل، انتبهنا. قال العجز عن الصيام فلا يجز على من لا، فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو برؤه، لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه. ودليل ذلك يعني هو خطب بالصيام، لاحظنا خطب بالصيام لكن هو لا يقدر عليه لذلك سقط الوجوب. ودليل ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يطيقونه في تقدير، فدية طعام مسكين، وقرئ يطوقونه يعني أي يكلفونه فلا يطيقونه. قال ابن عباس رضي الله عنه: من الذين يطيقونه؟ يعني بمعنى لا يطيقونه. قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه الإمام البخاري، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.